السلام عليكم مشاهدينا، طيب الله أوقاتكم بكل خير. إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب عن كتلة مستقلون. النائلي شدد خلال اللقاء على ضرورة تقديم المزيد من الدعم التشريعي والتنفيذي لخدمة الشرائح المضحية. من جانبهم أكد الوفد دعمهم ومساندتهم للشرائح المضحية. هذا وقد ضم الوفد النواب يوسف الكلابي ومصطفى سند ومحمد نوري ومصطفى القرعاوي. تحت شعار وفاء لتضحيات الشهداء ومعاناة عوائلهم الكريمة، مؤسسة الشهداء تقيم حفلا لتوزيع البدل النقدي لعوائل شهداء مجزرة سبايكر. المدير العام في المؤسسة أيوب قاسم بيّن في كلمة له دور المؤسسة وسعيها لتكريم عوائل الشهداء، موضحا أن المؤسسة وزعت القسط الأول من البدل النقدي البالغ 10 ملايين دينار لعوائل شهداء سبايكر، وسيتم توزيع القسط الثاني في الأشهر القادمة. نظرا لقرب فتح باب التقديم للدورة 70 في كلية الشرطة للذكور فقط حصرا لخريجي السنة الدراسية 2022-2023 والسنة السابقة 2021-2022، مؤسسة الشهداء تدعو ذوي الشهداء الراغبين بالتقديم مراجعة قسم الرعاية العلمية أو مديريات المؤسسة في بغداد والمحافظات مع جلب المستمسكات الثبوتية بغية تزويدهم بكتاب ترشيح. مديرية شهداء واسط تقدم دفعة من المنحة العقارية لعائلة أحد الشهداء الأبرار من أبناء المحافظة بعد إكمال إجراءات التخصيص. مدير المديرية حسن الكلابي بيّن أن المديرية قدمت الدفعة الأولى من المنحة العقارية لهذه الأسرة المضحية بعد إكمال الإجراءات الإدارية والتخصيص، مشيرا إلى أن المديرية أنجزت طلبات الأسر المتبقية. أخيرا مدير مديرية شهداء الديوانية أمين جميل أمانة يقدم كتب شكر وتقدير صادرة عن مؤسسة الشهداء لموظفي مديرية الأحوال المدنية تثمينا للجهود الاستثنائية التي يبذلها تجاه المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه بوفد مديرية الأحوال المدنية في المحافظة برئاسة العميد علي الزبيدي. بحث الجانبان تسهيل الإجراءات الإدارية أمام المراجعين من ذوي الشهداء. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.